السلام عليكم. جريمة جديدة تضاف إلى رصيد الانقلابيين في تعز. هذه المرة مجزرة أسفرت عن سقوط 4 قتلى وعشرة جرحى، أغلبهم أطفال. استهداف متعمد من قبل الميليشيا للأحياء السكنية الأهلة بالسكان بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل شبه يومي بحق مدينة تعز. أحداث دامية في تعز يقابلها حملة تضليل إعلامي للمجتمع الدولي من قبل الشبكة الحقوقية الداعمة للانقلاب، باستثناء بيانات يتيمة منددة بالجريمة صدرت، أبرزها ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والتي عبرت عن صدمتها لسقوط قتلى وجرحى من الأطفال في تعز في قصف لميليشيا جماعة الحوثي، أو كما وصفت وزارة حقوق الإنسان المجزرة بالشنيعة، وقالت إنها تعد انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي وجريمة حرب. تظل المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات صالح في تعز انتهاكا صارخا للإنسانية وللقانون الإنساني الدولي، جرائم تحدث على مرأى ومسمع من العالم، لكنه عالم لا يرى إلا ما يريد رؤيته، كما تقول حملة منددة بجرائم الميليشيا وصمت العالم معا. فما سبب إصرار ميليشيا الحوثي على رفع وتيرة المجازر في تعز بالتزامن مع الحراك الحقوقي؟ ولماذا تسعى الشبكة الناعمة للانقلاب لتشكيل لجنة دولية للتحقيق على الرغم أن رصيد الميليشيا في الانتهاكات هو الأعلى؟ هل لهذا علاقة بالصمت الدولي إزاء هذه الجرائم؟ وإذا كان هذا صحيحا، فكيف يمكن تفسير هذه الازدواجية في النظرة تجاه الضحايا؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقشه في مسائنا لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. بهذه الطريقة البشعة غادر الطفل وحيد مختار والطفل صارم سمير والطفل محمد مراد الحياة جراء قذيفة حوثية استهدفت حي شعب الدبة في تعز. حتى الآن هناك 3 قتلى والرابع حالته حرجة في العناية المركزة، أكثر من 8 جرحى من الأطفال، جميعهم أطفال. بعض الجثث هنا كانت أدمغتهم خرجت من رؤوسهم، هناك مناظر بشعة جدا. مجزرة جديدة ومروعة راح ضحيتها 10 مدنيين بين شهيد وجريح في مدينة أضحى قتل المدنيين فيها خبرا يوميا لا يستثير اهتمام الكثير، حيث تعاني تعز من القتل الوحشي الذي يعكس حقدا دفينا من قبل المخلوع صالح والإماميين على المدينة التي استعصت على الخضوع. اللافت في هذه المجازر هو صمت العالم المطبق، فلا دول تندد ولا منظمات حقوقية تصرخ ولا حكومة تحمي أبنائها، وكأن الدم ليس دما أحمر، وكأن ثلاجات الموتى لا تحوي أشلاء آدمية. في وقت سابق أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا ندد بإيقاف 3 مدنيين مسيحيين في سوق الصميل باعتبارهم أقلية، ولم تتوقف المتابعات حتى تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم. في نفس المكان وفي سوق الصميل ذاته سفك دم هؤلاء الأطفال وارتفعت أرواحهم قبل أوانها، لكنهم لسبب غير مفهوم لم ينالوا اهتمام هذه المنظمة وغيرها من المنظمات. قيادي حوثي من أبناء مدينة تعز حاول تبرئة جماعته من هذه الجريمة واتهم فيها أحد قادة الجيش بشكل مباشر، بينما أكدت المصادر المحلية أن القصف تم من تبة السلال، والذي يعرف الجميع أنها تقع تحت سيطرة الانقلابيين. مراقبون حملوا التحالف والشرعية مسؤولية ما يحدث لأبناء هذه المدينة، حيث مضى لها أكثر من 2 سنتين تقاوم الاجتياح الانقلابي دون إسناد مكثف من قبل التحالف يؤهلها لاستكمال عملية التحرير، وكأن على أطفال تعز استمرار دفع فاتورة الحسابات السياسية للتحالف من دمائهم المخذولة. تعز العز أمست جريحة، فبيد تحاول الحفاظ على هذه الصورة المحفورة في الذاكرة الوطنية، وباليد الأخرى تتحسس ندوب الخذلان من الخلف، وربما صرخت بكلمات المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ستكون معنا عبر سكايب الناشطة الحقوقية هدى الصراري من جنيف، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور وأهلا وسهلا بكم، ويسعدني أن أتلقى منكم اتصالا حول ما يدور من الوضع الإنساني خاصة في
مدينة سعد التي تتعرض للكثير من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي وفعلت. نعم أستاذة هدى، بداية يعني هناك معركة حقوقية تدور أحداثها في جنيف وتتصل بما يحدث في تعز بالذات من ضحايا، بداية ما الذي يجب أن يقوم به برأيك المجتمع المدني الحي من خلال التشبيك والمناصرة للحد من هذه الانتهاكات التي تطال أبناء تعز؟ طبعا منظمات المجتمع المدني يلقى على عاتقها الكثير من رصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي يقوم بها ميليشيا الحوثي وقوات صالح تجاه وبالتالي علينا نحن كناشطاء ومنظمات مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الانسان القيام بواجبنا اداء هذه الاعمال الانتقاميه والارهابيه التي تحدث من خلال استهداف صارخ للمدنيين العزل فيما فيهم الاطفال الذي حدث في مدينه تعز هو عمليه انتقاميه جدا ضمن سلسله من جرائم الحوثي وصارخ التي يرتكبها اليمن، ولكن المصيبة الأكبر من هذا الانتقام ولا نعلم ما هي ردود الأفعال التي قد تكون من قبل المنظمات الدولية الحقيقية، لكن نحن كمنظمات المجتمع المدني نقوم بكل ما يسعنا من مجهود بأن نمارس مضمون هذه الجرائم ونعلنها عبر المنظمات الحقوقية والمنظمات الحقوقية في مختلف أنحاء العالم. نعم أستاذة هدى، يعني كانت اليوم لديكم وقفة بمثابة إطلاق نداء جماعي لتشكيل ضمير مدني ضاغط ضد استهداف المدنيين، هل تتوقع أن يثمر هذا الصوت ويحدث فرقا أمام العالم وجرائم الميليشيا؟ حقيقة نحن نقوم بما يجب علينا من واجب إنساني أولا ومهني كمدافعين عن الإنسان، فإننا نسلط الضوء حول الانتهاكات التي تحدث في عموم مناطقات الجمهورية بما فيها رفض بقيتها أكثر من 12 ملايين بما فيهم أربعة أطفال. نحن هنا في جنيف قمنا بوقفة احتجاجية في عمان وفي تعز خاصة، لأنها مثل ما قلت سابقا أنها أستاذة هدى اسمحي لي، يعني هناك أستاذة هدى يبدو أن صوت يعني سيء من المصدر، لا أستطيع سماعك جيدا، إلى أن نعود إليك باتصال أتمنى أن يكون أكثر وضوحا. ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان من هولندا. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور أختي العزيزة، بس أنا الآن وصلت إلى جنيف. مرحبا بك إذا في جنيف ومعنا في المساء اليمني، وبداية دكتور كيف تتابعون أنتم في وزارة حقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات صارخة بحق المدنيين في تعز؟ شكرا لك أختي العزيزة على هذه تحت هذه الفرصة عبر قناة بلقيس الجميلة والعزيزة. في الحقيقة نحن نتابع باهتمام شديد ونرصد ونوثق كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية وخصوصا في الجريحة والدامية تعز، وقد أصدرنا يوم أمس بيانا أوليا بحصيلة الجرحى والشهداء حتى الآن، وقمنا بتعميمه على كافة البعثات الخارجية وإيصاله لكافة الجهات المعنية، وهذا دورنا في هذه المرحلة أنها ننقل معاناة الشعب اليمني الجريح والشعب اليمني المذبوح تحت سلاسل وجنازير ميليشيات الحوثي وصالح. هل وجدت يعني هذه البيانات والجهود التي تقوم بها أي استجابة من قبل المجتمع الدولي؟ بكل تأكيد كما تعلمي أختي العزيزة أن هناك الآن في يعني تغير في وجهة نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعد أن تم الحديث معها. قد كنت قبل اليوم لسه عدت من أمستردام
في هولندا والتقيت وزير الخارجية هناك، شرحنا للعالم حقيقة الوضع وحقيقة ما يجري، أن هناك انقلابا جاء على الدستور وعلى الشرعية وعلى المخرجات الحوار الوطني وعلى المبادرة الخارجية وعلى الأمم قرارات الأمم المتحدة وعلى العملية السياسية برمتها. وهذا الانقلاب أفرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا زالت ماثلة ولا زالت تؤثر في الشعب اليمني حتى الآن. نعم، ما الذي أسفر عنه اجتماعكم في هولندا دكتور؟ يعني خاصة يعني عن جهودكم لعرقلة المشروع الهولندي المطروح لفرض لجنة دولية أو لجنة تحقيق دولية. في الحقيقة الهولنديين من الدول ذات العلاقة القديمة والطويلة مع اليمن، وكان لهم دور كبير، ومن خلال وزارة حقوق الإنسان قدمت كثير من المشاريع وبرامج التنمية لليمن، وهي مهتمة بحقوق الإنسان منذ فترة طويلة في اليمن وسيادة القانون. لكن أحببنا وجدنا أن هناك صورة مغلوطة وصلت إليهم من خلال بعض المنظمات وبعض الأجهزة التي توصل المعلومات إلى الجهات الأوروبية، وأعتقد أن احنا تم إيضاح الصورة بشكل جيد جدا، واتفقنا على بعض الخطوات الإجرائية لتقارب وجهات النظر ما بين المشروع العربي التي تتبناه اليمن ومعها المجموعة العربية والمشروع الهولندي ومعها بعض المجموعات الأوروبية وغيرها. نعم، يعني إضافة أعتقد أن الأمور ستجيب بشكل إيجابي نحو مزيد من الضمانات لتحقيق العدالة، والتي نرى من خلال اللجنة الوطنية ودعمها وربطها بكل الخبرات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية هي أنسب آلية فعالة لتحقيق ذلك. نعم، يعني أعتقد أننا سندخل في دهاليز ستذهب عنها العدالة بعيدا بعيدا جدا. نعم، يعني بالنسبة للمشروع أو القرار العربي بدعم اللجنة الوطنية، تدعمه أيضا أمريكا وفرنسا وبريطانيا الذين يرفضون تشكيل لجنة دولية، هل يعني هذا أن هناك أو ربما يعني سيكون قرار لدعم اللجنة الوطنية وسيتم اعتماده؟ الحقيقة هذه الدول لا تدعم المجموعة العربية بشكل صريح. نعم، ولا تدعم أيضا المجموعة الهولندية، هي تحاول التوفيق ما بين القرارين، ونحن بنرى أنه هناك مساحة يمكن أن نلتقي فيها طالما وأن حقوق الإنسان اليمني يهمنا جميعا. نحن كحكومة شرعية يهمنا أن تتحقق العدالة، وكما تعلمي أن فخامة الرئيس قد أحال كافة الملفات التي أنجزتها اللجنة الوطنية إلى القضاء وإلى النيابة، وبالتالي هي آلية فعالة في ضوء المتاح حتى الآن، ونعتقد أننا ستكون لها إيجابيات كثيرة بينما الآليات الدولية أثبتت فشلها في كثير من الأماكن، وبالتالي أعتقد أن هناك مساحة من يعني مشتركة ممكن أن نلتقي فيها، خصوصا وأن الهولنديين كما أظهروا لنا هم يحترمون الشرعية ويحترمون الحكومة اليمنية ولا ويقدمون صداقتهم للشعب اليمني ولا يقدمون أي عذاب بهذا الاتجاه. نعم، إذا دكتور يعني الجهود الدبلوماسية والحقوقية، هناك من يرى أو من يقول بأنها موسمية ويتم تنشيطها في سبتمبر من كل عام، يعني هل هناك تغاضي عن الحراك الحقوقي وإيصال الواقع الإنساني إلا فقط في الدورات التي يقيمها مجلس حقوق الإنسان؟ الحقيقة أتفق معك، يمكن الإعلام، نحن نعمل على مدار العام، لكن الإعلام بسبب أو لآخر يتم التركيز على دورة حقوق الإنسان، لكن كما تعلمين أختي أنا زرت مركز الملك سلمان وعملنا على إنجاز مشاريع في هذا الاتجاه، زرنا مركز الملك فيصل، زرنا عملنا ندوة في القاهرة في رمضان الماضي، ولدينا أنشطة وبرامج تدريبية في عدن وفي لحج، لكن الإعلام يعني يهتم ببعض المناسبات الموسمية، لكن نتمنى أن يكون يغطي الإعلام كافة جهودنا النشطة، وإن كان نتمنى أن نرى أنها مقصرة حتى الآن والتحديات كبيرة، لكن شحة الإمكانات هي التي تمنعنا دون تحقيق ما نصبو إليه، لكننا ساعين بكل جهد من أجل توثيق الانتهاكات وحفظ حقوق الناس من أجل تحقيق العدالة والعمل على تدريب وتأهيل
كافة شرائح المجتمع والمجتمع المدني ومحاولة تدريب وتأهيل النساء في أوقات النزاعات، وخصوصا في موضوع تجنيد الأطفال وما إلى ذلك من هذه القضايا. يعني نسعى بكل قوة نحو تحسين الوضع الإنساني الذي هو فعلا سيء جدا، ولكن نتحمل جميعا مسؤولية تحقيق حقوق الإنسان على الأرض وليس فقط في المناسبات الدولية. نعم، إذن المنظمات الداعمة لكم أستاذ الدكتور محمد يعني تعاتبكم وتعتقد أنكم بعيدون عن المشهد ولا تتواصلون بها إلا في اللحظات الحرجة، ما مدى صحة ذلك؟ في الحقيقة نحن لا نتواصل مع المنظمات التي لدينا شريكة هي على الأرض، ولا نتواصل كوزارة حقوق الإنسان مع منظمات يعني في اللحظة الأخيرة. نحن لدينا شراكات على الأرض ونعمل معها، وهذه المنظمات أعتقد تدرك حقيقة ما يعني ما يحصل على الأرض. عملنا برامج تدريبية كما أسلفت سابقا، شراكة مع منظمات المجتمع المدني في كل من عدن ولحج، وأنا إن شاء الله بعد عودتي من جنيف هذه المرة سنعمل في كل من عدن وحضرموت ومأرب إن شاء الله لتدريب الأجهزة الأمنية على احترام القانون الدولي الإنساني وعلى احترام حقوق المتهمين وكل ما يتعلق بالضبطية القضائية إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. وأنتقل إلى الأستاذ إشاق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور أختي. نعم أستاذة إشراق، يعني الجرائم التي تطال المدنيين لا تزال مستمرة وعداد الضحايا المدنيين لا يتوقف، أنتم في اللجنة الوطنية كيف تتعاملوا مع هذه الجرائم؟ بالفعل كما ذكرتي بأن للأسف استمرار مثل هذه الجرائم ربما إحدى هي المعوقات التي تواجه أي عمل، وهو من المؤسف بأننا نستمر في مسألة أعمال الإحصاء وأعمال الرصد وأعمال التحقيق في ظل استمرار مثل هذه الانتهاكات. بالنسبة للجنة الوطنية كما أصدرنا بياننا بالأمس ووضحنا فيه بأننا كلفنا مباشرة الفريق التابع للجنة بالنزول إلى مكان الواقعة والجلوس مع الضحايا، ربما لأن في محافظة تعز من المحافظات التي نعمل عليها ونعمل بها بأريحية وبكثير من التسهيل والتعاون نظرا لوجود مكتب في المحافظة. هذه ربما أول إجراء قمنا به بإذن الله، يعني خلال نهاية هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من أعمال التحقيق في هذه الواقعة وغيرها طبعا من الواقع، لكن كواقعة جديدة أو حديثة حدثت بالأمس ويعني أحدثت كثير من الترويع والرعب في أوساط المدنيين في المحافظة بشكل عام، وفي يعني قناعات ربما يرى الكثير أيضا من المهتمين بمجال حقوق الإنسان في اليمن. نعم، إذن ما الذي يجب على المجتمع الدولي والمنظمات عمله إزاء الحالة الراهنة في البلد خصوصا تجاه آخر جريمتين في تعز؟ ربما كثر الكثير أو كثر الحديث والمطالبة والضغط والمناشدة للقائمين أو المهتمين بوضع اليمن ولا سيما المجتمع الدولي والدول الراعية للوضع في اليمن بأن تضغط على أطراف النزاع لا سيما ميليشيا الحوثي وقوات صالح في مسألة التوقف عن استهداف المناطق السكنية والإضرار بالمدنيين، لأن لا يوجد أي مبرر للقيام بكل أشكال هذا العنف وكل هذا الاستهداف الذي ليس له أي ميزة عسكرية أو أي هدف استراتيجي من الممكن أن يتذرعوا به. هذا الضغط الذي يجب أن يتم بدلا من الحديث عن موضوع لجنة دولية في ظل وجود لجنة وطنية تقوم بعمل التحقيق، الضغط يتم فقط على هذا الطرف أو جميع الأطراف حتى الأطراف الأخرى في مسألة توخي الحذر والمحاذير التي أوجدها القانون الدولي الإنساني في مسألة التعامل مع المدنيين والمناطق السكنية. يعني هل تعتقدين أن هذا الضغط الذي تتحدثين عنه سيسفر على النتيجة؟ يعني المطالبة بإسقاط دور اللجنة الوطنية ووجود لجنة دولية، هل هناك جدوى منه؟
عزيزتي الموضوع اللجنة الدولية ليس له علاقة بحقوق الإنسان إطلاقا، هو موضوع سياسي أطرافه فقط يبحثون عن مسألة تسويف حقوق الإنسان. موضوع حقوق الإنسان موضوع مختلف، موضوع لجنة دولية موضوع اللجنة معناها بأن تكون بالأرض، بأن تقوم بعمل التحقيق، بأن تكون قريبا من الضحايا. كل هذا لا يمكن أن يتحقق لدى أي لجنة دولية سواء لجنة في اليمن أو في غير اليمن، لا يتم هذا بتاتا وإطلاقا. وبالتالي في موضوع لجنة دولية هو نوع من الضغط السياسي فيما بين الدول أو فيما بينهما. لا يعني آخر موضوع أو آخر تفكير أو آخر قضية يمكن ننظر إليها هي موضوع التحقيق في الانتهاكات، لأنهم يعلمون أنه لا توجد دولة أو لجنة دولية قامت بأعمال التحقيق أو تقوم بأي عمل من أعمال التحقيق القانونية والإجرائية، لأن خطوات جدا طويلة وخطوات جدا معقدة ويحتاج إلى فريق كبير جدا على الأرض، وهذا لا يتأتى لأي لجنة دولية لديها الكثير من الإجراءات الأمنية التي تمنعها وتعيقها من النزول، إضافة إلى أن أطراف النزاع سواء الحوثي أو حتى في مناطق أخرى سيضغطون على أي فريق ممكن أن إذا نزل إلى الأرض بأن يختار القضايا التي تعجبه أو القضايا التي لا تمسه، وبالتالي لن يكون هناك عمل في جميع المحافظات أو في جميع الانتهاكات. لا يمكن لأي لجنة دولية أن تقوم بالتحقيق بعشرات الألوف من الانتهاكات والضحايا، إنما عملها سوف يكون فقط بيانات عن بعد لمنهجية الانتهاك، هل فعلا هذا الطرف مارس عملية انتهاك بانتهاك معين أم لم يمارس. أما التحقيق وإعمال ملفات قانونية وتحديد الضحايا وتحديد المتسببين وتحويلها بصيغة قانونية وإجرائية صحيحة فهذا لا يتأتى لأي لجنة دولية لأنه ضرب من الخيال. نعم، إذن يعني هل تقوم اللجنة الوطنية بهذه المهمات؟ هل تستطيع إنجاز تحقيقات نزيهة في كافة يعني مناطق الصراع؟ نحن ندعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والإعلاميين عبر قناتكم بأن يتم النزول والجلوس في مكتب اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة تعز لمعرفة ما تقوم به اللجنة من أعمال. حرصنا بأن نظهر هذا العمل في تقاريرنا الثلاثة، وبالفعل أوضحنا بأنه تم التحقيق وليس الرصد في كافة الانتهاكات التي طالت اليمين التي استطاعت اللجنة الوصول إليها في جميع المحافظات دون استثناء، وحددنا أو أشرنا إلى المتسبب في كل نوع من أنواع الانتهاكات سواء كان ميليشيا الحوثي وقوات صالح أو القوات التحالف أو القوات الحكومة، جميع الأطراف أو حتى الأطراف المتطرفة مثل القاعدة وغيرها. وبالتالي نحن نعمل في جميع الانتهاكات وفي جميع المناطق اليمنية التي استطعنا بحمد الله الوصول إليها عبر كوادر وطنية خبيرة ذات خبرة رأت بأن مهمتها الآن هي المهمة الوطنية بأن تحمي هؤلاء الضحايا وأن توثق بشكل سريع ما طالهم انتهاكات تمهيدا لأي مساءلة بإذن الله ولأي عمل مرتبط بالسلام وبالعدالة الانتقالية المستقبلية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة إشراق فضل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة هدى. أستاذة هدى، يعني ونحن نتحدث مع الأستاذة إشراق تحدثت عن ألا جدوى عمليا من وجود لجنة دولية، ولكن هناك مساعي لاستثمار جرائم الميليشيا الحوثي في بناء أيضا تحالفات جديدة لا علاقة لها بالضحايا، كيف تفسرين ذلك؟ طبعا ماذا تستطيع أن تعمل اللجنة الدولية أمام ما يحدث من انتهاكات في كافة أطراف الصراع ومن ضمنها ميليشيا الحوثي وصالح؟ أولا اللجنة الدولية لن تقوم بالمهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية ولن تستطيع الوصول إلى كافة مناطق الصراع. اللجنة الوطنية لديها أكثر من 35 راصد في عموم محافظة الجمهورية وتستطيع أن تقوم برصد كافة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وقوات صالح بكل نزاهة وحيادية. كذلك اللجنة الوطنية تستطيع أن تقوم من خلال الملفات التي قد تم التحقيق فيها بإحالة هذه الملفات والقضايا إلى القضاء للتحقيق فيها، وتعتبر اللجنة الوطنية من الآليات الوطنية التي يجب التمسك بها، لأنه اللجنة الدولية لن تلزم الأطراف بتنفيذ كل ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان أو اللجنات المعنية بالتحقيق بدعات انتهاكات حقوق الإنسان، لكن اللجنة الوطنية هي من تستطيع أن تضغط على الحكومة بتنفيذ والتحقيق بالملفات التي قد حققت فيها من خلال الانتهاكات التي ارتكبت من كافة أطراف الصراع
وبالتالي هي أنجع الطرق والوسائل التي قد تفيد الضحايا وقد تأخذ لهم حقهم وتعوضهم من الانتهاكات التي قد حدثت لهم من قبل الميليشيا الحوثي وقوات طرف بما فيها أطراف الصراع الأخرى. نعم، إذن يعني ما هي الملفات التي حملها الفريق الحقوقي في جنيف هذه المرة؟ اسمحي لي أستاذة هدى أن أسمع إجابتك، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير ونعود إليكم. نحن نسوان، نرحم الله، نضارب على لقمة العيش، والحوثيين مجرمين، الله لا سترهم ولا سامحهم، هم اليوم محاصرين وزرعوا لنا الألغام بالطريق اللي من النقزعين، ولا يدعي طريق ينقضيني يتنقضي، ازترعتوا قنبي قرحتوا قنبيني، خلصوا وعد صحيح من ايش انقضنا. اي خرجتوني وبنتي عمي اجينا ندي لنا ماء قرح اللغم تحت تفجرتي، ادعيتوا لا تنقضني أجا أيش ينقضني قرح تحت اللغم. الزوج بالعدادة سمعت أجئت لذا الإصابة الآن الرجل معشر ضيلي الآن أنا معوقة الآن إيش عناية قلب تتجدي الآن إيش عناية أنا الآن شافوا أخذوا نفسين أندل لقب الآن إيش عناية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذة هدى. كنت سألتك قبل الفاصل عن الملفات التي حملها الفريق الحقوقي هذه المرة إلى جنيف، ما الذي تضمنت؟ كثيرة هي الملفات التي حملها الفريق الحقوقي في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، منها الوقوف على حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، كذلك ملفات تجنيد الأطفال، وكذلك ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ملف التهجير أيضا، ملف استهداف المدنيين، ملفات كثيرة، كذلك القيام بالعديد من الندوات والوقفات الحقوقية التي تهدف إلى الوقوف مع الضحايا ولفت نظر المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى كم الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا والمدنيين في المحافظات المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح. هذه هي الملفات التي يعمل عليها حاليا الفريق الحقوقي في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. نعم، إذن بالنسبة للجريمة المأساوية التي حدثت بحق أطفال تعز أستاذة هدى، التي تزامنت مع دعوات التحشيد لتشكيل لجنة دولية، ويعني هل تتضمن مفاتيح معينة أو رسائل معينة برأيك؟ طبعا نحن كفريق حقوقي هنا نقوم بالضغط على الأطراف بما فيها منظمات المجتمع، المنظمات الدولية الإنسانية، كذلك من خلال الضغط على البعثة الحقوقية في اليمن في جنيف، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات من كافة أطراف الصراع، خاصة ما حدث أمس في تعز من استهداف للمدنيين وقتل الأطفال، كذلك أيضا من خلال الوقفة التي قمنا بها عدينا بيان نقوم به من أجل يعني لفت نظر العالم إلى كم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في المحافظات ومنها أيضا تعز، بما أنها تلقى النصيب الأكبر من الحصار ومن الاستهداف المدنيين ومن القتل ومن الدمار، كذلك الحصار الذي تتعرض له تعز يعد ضمن سلسلة ممنهجة للانتقام من أبناء المحافظة من خلال التعرض للقصف والموت والدمار، ونحن كحقوقيين أيضا يعني علينا مهام إن احنا نقوم برصد وكذلك تدوين ملفات للانتهاكات من أجل حفظ حقوق الضحايا. نعم، إذا أستاذة هدى يعني هناك جرائم كثيرة تطال المدنيين وتقابل للأسف الشديد بصمت دولي، يعني إلا فيما ندر، هل هو انعكاس برأيك لغياب الفاعلية المدنية في البلاد يعني لمواجهة مخاطر الحرب؟
لا بالعكس، يعني تسليط الضوء، يعني طبعا المجتمع الدولي لديه العديد من الملفات، ونحن ما لمسناه هنا في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بأن ملف اليمن وقضايا اليمن تلقى النصيب الأكبر من اهتمام المجتمع الدولي بشكل عام، وهذا ما يجعلنا يعني نقوم ببعض الفعاليات التي تلفت أيضا النظر من أجل تسليط الضوء أكثر وأكثر على الضحايا، لأنه تعرفي الآن هناك لوبي من ميليشيا الحوثي للضغط أيضا على المجتمع الدولي بإنشاء لجنة دولية من أجل تمييع حقوق الضحايا وإطالة أمد الحرب، وبالتالي يستطيعوا أن يرتكبوا العديد من الانتهاكات بحق الأبرياء. لهذا نحن نسلط الضوء على مثل هذه القضايا ونقوم بدعم الآليات الوطنية والضغط أيضا على الحكومة اليمنية من أجل تفعيل القضاء للبث في هذه الانتهاكات وبالتالي محاكمة المنتهكين. نعم، لكن يعني أستاذ هدى، تسليط الضوء في كل جلسة من مجالس حقوق الإنسان وحديث عن تفاعل من قبل المجتمع الدولي في هذه الجلسات فقط، ولكن لا يسفر الأمر حقيقة عن شيء، لا يوجد ضغط على الميليشيا بكف قصفها، لا يوجد أي تحرك دولي حقيقي لوقف هذا الانقلاب الذي تسبب بكل هذه الحروب. طبعا هناك تمييع بعض الشيء من قبل المجتمع الدولي وغض النظر عن الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات، لكن نحن كمنظمات مجتمع مدني نحاول الضغط على مثل هذه البعثات الحقوقية وكذلك المنظمات الدولية للفت النظر أيضا، لكن للأسف هناك بعض الملفات التي تلقى الاهتمام الأكبر، وهناك أيضا بعض التحركات من قبل الانقلابيين في مجلس حقوق الإنسان من أجل أيضا تمييع الانتهاكات وكذلك الضغط باتجاه لجنة دولية من أجل أيضا إتاحة الفرصة الواسعة لهم بارتكاب أكبر قدر من الانتهاكات، لكن نحن نحاول وسوف نقوم أيضا بمهام أخرى وندوات ووقفات احتجاجية من أجل أن نسلط الضوء أكبر، ونقوم أيضا بعملية ضغط من خلال الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والبعثة الحقوقية الموجودة هنا بكافة قطاعاتها من منظمات مجتمع مدني والبعثة الحقوقية أيضا في مجلس حقوق الإنسان. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة هدى أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعية همدان العلي من جنيف. مساء الخير سيد همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية أستاذ همدان، يعني هل يمكن للجنة دولية التحقيق في الجرائم التي يتم ارتكابها بحق المدنيين؟ يعني بالرجوع إلى اللجان التي شكلت في بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا، نجد أن مثل هذه اللجان لا تستطيع أن تقوم بدورها. يعني اللجنة التي شكلت في ليبيا مارست أعمالها من تونس، اللجنة التي شكلت في سوريا قبل أشهر يعني تم إيقافها، أو أعلن رئيسة الفريق أو رئيسة اللجنة أعلنت استقالتها لأنها فشلت. يعني تخيلي بعد 7 سنوات من الاستنزاف والابتزاز، الاستنزاف المالي والابتزاز السياسي، أعلنت فشلها. طيب نحن لماذا ندخل أو نقدم على مثل هذه الخطوة ونحن نعرف جيدا بأنها خطوة عبثية، سيكون يعني ستكون سبب من أسباب تعقيد المرحلة وابتزاز الحكومة الشرعية وإضعاف القرار الأممي 2216. القرار، أنا أتحدث عن قرار عمومي 2216، هو سياسي ولكنه في مضمونه أيضا حقوقي، فهو يتحدث عن ويطالب الإفراج عن المختطفين، ويعني يطالب جماعة الحوثي المسلحة التي تمارس الانتهاكات بمختلف أشكالها في المناطق الخاضعة لها، يطالبها بتسليم مؤسسات الدولة أو الانسحاب من المدن وتسليم سلاح الدولة. بالتالي نحن حريصون على يعني على تطبيق القرارات الأممية السابقة، ولا نريد أن نتوه أكثر في معمعة ودوامة القرارات والمشاريع واللجان الدولية التي نراها ونرى مخرجاتها في كثير من الدول.
نعم أستاذ همدان، تساءلت في صفحتك على الفيسبوك وأنت تقول يعني أن هناك من يطالب بهذه اللجنة الدولية رغم أن جماعة الميليشيا لها النصيب الأكبر في هذه الجرائم، وهم يعني ربما ينطون تحت لوائها أو تحت يعني يدافعون عنها، ما تفسيرك لمثل هذا الأمر؟ جماعة الحوثي في النهاية جماعة مسلحة، الأمم المتحدة تتخاطب دائما وتمارس الضغط دائما على الحكومات وعلى الدول، ولكنها لا تستطيع أن تمارس هذه السلطة أو هذا الضغط عفوا على الجماعة المسلحة. أنا أعطيك دليل بسيط، عندما نذهب إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة والمعني بالاختفاء القسري، نتحدث عن آلاف اليمنيين المخفين قسريا في لدى الحوثيين، يتعاطفوا معنا ويطالبون منا أن نقدم لهم حالات ونقوم بذلك. في النهاية يقولون أنهم سيقدمون خطاب للحكومة الشرعية. طيب أنا أعرف يعني أنت تعرف أن المختطفين أو المخفين قسريا لدى الحوثي وليس الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية لا تستطيع أن تقوم بدورها، فلماذا يعني لا تقوم تمارس عملية الضغط على الجماعة المسلحة وأنت في على تواصل دائم، يعني مكاتبها موجودة في صنعاء وأنت تقوم برعاية حوار بينها وبين الحكومة الشرعية، لماذا لا تمارس الضغط؟ يقول في النهاية آلياتنا وأنظمتنا لا تسمح لنا بأن نقوم ب يعني الضغط أو مخاطبة الجماعات المسلحة. هناك إشكالية، جماعة الحوثي تعرف جيدا بأن مثل هذا القرار الأممي أو اللجنة التي ستشكل لا لن تؤذيها مهما مارست من جرائم. يعني اليوم العالم خلال هذا الأسبوع يناقش الانتهاكات التي تحدث في أنحاء العالم ومركز على اليمن بشكل كبير، مع ذلك لم تأبه جماعة الحوثي وارتكبت جريمة واضحة أمام العالم في تعز في حي شعب الدبر أو في منطقة شعب الدبر. هذه الجماعة لا تكترث مثل هذه اللجان، والذي يعني واللجان هذه ستكون مسلطة فقط على الحكومات. أنا حريص كإنسان حقوقي على أن يتم معاقبة من ارتكبوا جرائم الحرب، سواء الحوثيين أو القاعدة أو المقاومة الشعبية أو الحكومة الشرعية أو التحالف العربي، أي طرف مارس الانتهاكات في حق الشعب اليمني يجب أن يعاقب، يجب الكشف عن نتائج التحقيقات في هذه القضايا. لكن أن يسمح بإنشاء لجان دولية للتحقيق، أنا أعرف جيدا أنها ستكون فقط للابتزاز المالي والاستنزاف، الابتزاز المالي والسياسي أيضا. هذا القرار بعد فترة سيكون سبب، يعني اللجنة وإن كانت ستمارس عملها من الأردن أو من تونس مقابل أموال طائلة، ستخرج في النهاية بالتوصيات، هذه التوصيات ربما لن تطبق، وبالتالي جماعة الحوثي ستأخذها ذريعة لعدم تطبيق القرارات الأممية السابقة على رأسها 2016. اللجنة الدولية باعتقادي واعتقاد كثير من المتابعين منهم يمنيون يعني كانوا يعني متخصصون في جنيه، يعرفون جيدا بأن وعندهم خبرة متابعين، أعتقد يؤمنون تماما بأن هذه اللجان تأتي لتعقيد الوضع السياسي ولا تنصف الضحايا على الإطلاق. إذا كانت لم تنصف الضحايا في ليبيا ولم تنصف الضحايا في سوريا، فهل تنصفهم في اليمن؟ ونحن نعرف أن جماعة الحوثي لم تسمح للفرق التابعة للأمم المتحدة الدخول في يعني مثلا لجنة العقوبات مثلا، لم تسمح لها، وبالتالي تفضلي. نعم، بالنسبة يعني للجنة الوطنية برأيك هل تستطيع إنجاز تحقيقات نزيهة حتى في مناطق سيطرة الميليشيا إذا ما فتح لها المجال، خصوصا يعني ما الذي يخشى يعني منه في حال استمرار عملية وفتح المجال لها؟ اللجان الوطنية في حال دعمت بشكل كبير من الحكومة الشرعية أولا، لأنها هناك عوائق متعلقة بالحكومة الشرعية في البناء التنظيمي والقانوني، في توفير الدعم، في توفير في إعطاء الصلاحيات والدعم أيضا الدولي، والذي يعني أقر في دورات سابقة، ويعني لو وجد هذا الدعم ربما ستكون نسبة العوائق أقل وسيكون إنتاج اللجنة بشكل أكبر وعملها أو إنجازها بشكل أكبر. هناك أكيد عوائق ستواجه اللجنة، وهي عدم سماح جماعة الحوثي بدخول
المحققين، لكن بطبيعة الحال اللجنة الدولية لن تستطيع دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلا في حالة واحدة، أن يدخلوا للمناطق التي قصفها الطائرة. لكن هل ستسمح جماعة الحوثي للمحققين الدوليين أو المحليين بالذهاب إلى سجونها ويعني واطلاع على أوضاع المقتطفين؟ هل ستسمح لهم مثلا بزيارة محمد قحطان أو وزير الدفاع؟ هل يعني هناك أسئلة كثيرة، وبالتالي العوائق التي ستواجه اللجنة الوطنية هي ذاتها العوائق المعوقات والمشاكل التي ستواجه اللجنة الدولية. يعني لماذا يعني بالمصري ليش نبعزق الفلوس وليش نشتت أنفسنا وليش نترك مجال لتعقيد الإشكالية اليمنية؟ لدينا قرارات أممية نطبقها، لدينا فريق للخبراء ولجنة يعني لجان التقصي والتحقيق سابقة يتم تفعيلها وهي مرتبطة بمجلس الأمن مباشرة، ما فيش داعي للجان أخرى يتم استنزافها. نعم اتضحت الفكرة. سأوضح لك حقيقة ربما يعني لم يسمعها أحد من المتابعين من قبل. ترامب جاء وأخذ أو منع ما يوازي 40% من موازنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. هذه نقولها بصراحة، هذا المبلغ تحرص المفوضية بأن تعوضه بطرق أخرى، والحرب في اليمن فرصة من الفرص لاستنزاف بعض الدول. أنا كيمني حريص على أن ينصف الضحايا وأهالي الضحايا، سواء الذين سقطوا بانتهاكات الحوثيين أو بقصف الطائرات، لكن لا يجب أن نسمح بأن يتم استغلال الضحايا اليمنيين لتمرير بعض الرغبات الدولية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حمد العلي الصحفي المهتم بشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة أخيرة لك يا أستاذة هدى. أستاذة هدى، يعني ما الذي يجب برأيك أن يقوم به المجتمع المدني الحي من خلال التشبيك والمناصرة للحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين ودعم اللجنة الوطنية لاستمرارها في الميدان؟ طبعا المجتمع المدني لديه العديد من الأوراق التي يمكن أن يعمل عليها من خلال رصد انتهاكات حقوق الإنسان الذي يتعرض لها اليمنيين من خلال ميليشيا الحوثي وقوات صالح ومن كافة أطراف الصراع بشكل عام. نحن كمنظمات مجتمع مدني علينا أن نحرك المياه الراكدة من أجل تسليط الضوء على حال وضع حقوق الإنسان للإنسان اليمني بكل الانتهاكات التي قد تقع عليه. كذلك علينا كمجتمع مدني بإعداد ملفات حقوقية وتوثيق هذه الانتهاكات ورصدها وإعداد كافة الوسائل التي تخدم الضحية أولا وأخيرا. لدينا لجنة وطنية، لدينا آلية وطنية، علينا الوقوف بجانبها كمنظمات مجتمع مدني ودعمها ورفضها أيضا بكافة الوثائق والأدلة التي تثبت وتدين كل منتهك قام بانتهاك بحقوق الإنسان. أيضا لدينا الكثير أيضا لنعمله من خلال الفرصة التي أتيحت لنا بحضور الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، بأننا نسلط الضوء على الانتهاكات التي حدثت في اليمن من كل أطراف الصراع وخاصة ميليشيا الحوثي وقوات صالح، بما أنها لها النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، مقابلة المقررين الخواص بكل نوع من أنواع الانتهاكات، تنفيذ الندوات والوقفات الاحتجاجية، أيضا التعاون مع الجاليات الموجودة هنا مع المنظمات الدولية، رفضها بكل المعلومات التي قد تفيدها بصياغة تقارير والضغط على المجتمع الدولي بما فيها مجلس حقوق الإنسان وإلزام كافة أطراف الصراع ومن خاصة ميليشيا الحوثي وقوات صالح بتنفيذ القرارات الدولية، منها القرار 2216، كذلك تجنيب المدنيين من استهدافهم، وأيضا الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذة هدى أسراري الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. الشكر كذلك للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، دكتور محمد عسكر والأستاذة إشراق فضل والأستاذ همدان العلي، ولكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.